وكل شيء مرحبا بكم نتمنى لكم لكم وانتم والعائلاتكم الكل إن شاء الله عام مبروك 2018 يكون فيه النجاح وصح بالنسبة للسؤال نتاعكم السؤال الأولاني سكيو خذيت الفريق هو في مرتبة الأولانية والنتائج نتاع الترجي في الفترة السابقة كانت نتائج كبيرة محترمة تقول لي ما تخافش اللي كونه تاخذ فريق في وضعية كما هذه مهما كان مدرب وفي اي وقت كان باش ياخذ الترجي ديما نفس الاهداف نفس الطموحات ولازم يكون على بشي باش يفرح سورتو الاحباء وانصار النادي على مستوى بطوله تونس على مستوى كاس تونس على مستوى الشامبيونز ليك من من لي كول بي حتى اللي ليت كل نعرفهم بالاسم ونعرف شنو هو في كروشهم ونعرف شنو المستوى نتاعهم المقاييس متاع باش تجازف ولا مش تجازف المقاييس واضحه العمل لا الانضباط الاجتهاد اذا هذو ما يتوفروا في واحد عمره 18 سنه كونوا متاكد اللي باش ياخذ فرصته واذا يكونوا هذو متوفرين في واحد عمره 31 و 32 و 33 سنه اوتوماتيكمون يصور على وهو باش يكون اللي نبنيو عليه دونك المقياس الوحيد سكو ورش عندك من عادتي يعني انا نعطي برشا لا شونس بور لي جون نحميهم نقف معاه لكن زيد يعرفوا اللي كانوا ليسبيرونس ما تستناش وليسبيرونس سي سي سي, سي لا كولتور دو لا غاني سي لا كولتور دو لا فيكتوار دونك شكون بيرفورمون تو بطبيعه في وقت من انا نصبر نحمي نصبر ونحمي ونقف مع دي جوار حتى باش يشد العود نتاعهم خاطر نعرف اي حاجه تتولد ضعيف فماش واحد يتولد يمشي على سقيه ولا يتكلم في وقت من في حاجه شكون باش يقف معاه في حاجه شكون باش يوري الطريق وبطبيعة تكون تري ميزوري مش او ديبان تاع مصلحه النادي. بالنسبه للبريباراتور مونتال انت سبقت دونك احنا الستاف نتاعنا هو بيدو اللي كان موجود اللي خدم تقريبا مع سي عمار ومع سي فوزي سي ناصر شوشان دخل دعمناه بسي محمد العروسي بريباراتور مونتال عنده ست سنوات موجود في السونتر سي لونفون دو كلوب مكشخ في الدم عخدمت مع عام ونص شفتو كالكان دو كومبيتون عندهم الامكانيات اللي نجم يعطي الاضافه هو بطبيعته زاد كيف كيف يدخل في المنظومه هذه وان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله يعطي الاضافه بالنسبه للفريق. ليك لو باركور نتاع سي فوزي في الاسبيرونس سي ان باركور دو كاليتي فيه برشا علامات مضيئه نقول اللي كونه احنا حتى المجيء نتاعي سي ان شونجمون دون لا كونتينيتي كل ما هو موجود مكسب وحاجه دو باش نحافظوا عليها باش ندعموها وون فرا تو باش نستحفظوا عليها وكان فما اصلاحات اوتوماتيكمون اللي باش باش نخدموا عليها تقول لي شنو اللي ما مشاش في وقت من الاوقات اللي سي مونتال الكوتي تاع تحس اللي دي جوور اللي كريسبي سورتو بعد ماتش تاع الاهلي خيبه كبيره الناس كل تعرضنا لها كنا نتمناو اللي كانوا اليوم راه ترجي لعب كوب دي موند دي كلوب ومشى عمل باركور سورتو ما بين الماتش اللي وروتور ما كنا احنا احسن من الاهلي ما فما دي سيركونستانس تاع 15 مينوت ولا 20 مينوت كانوا ما هم ريوسي حكموا على اون اليميناسيون بعد كل الخروج من الشامبيونز ليغ خلى اللي كانوا برشا ضغوطات تحطت برشا 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 الجانب النفسي تمس خلى اللي كونوا ليكيب سانسيرمون ما لعبتش على الامكانيات نتاعها ما نتصور وقت اللي جوار يكونوا سور لو مونتال ليبيري سور لو مونتال عندهم اون مارج نتاع كرياتيفيتي نتصور اللي كانوا هذوما الحاجات اللي باش نخدموا نخدموا عليهم باش نحروا اكثر الملاعبيه وخاصه خاصه من ناحيه من ناحيه الهجوميه اليوم لي كريتير نتاع آه، الريوسيت ما تكون كان ربحت ولا ما ربحتش وهذا ان شاء الله باش نخدموا عليه ونتوقفوا فيه ونتوفقوا فيه بطبيعه وقت يكون البروجي بروجي جو واضح في مخاخنا كما قلت لكم على مستوى البوسيون بوزيتيف نسعى واللي كونوا امتلاك الكره باش يكون ان شاء الله من 60% واكثر للترجي

في وقت ما الاوقات نتصور اللي باش نتوافقوا فيه وزمنا نتوافقوا فيه، ما عادي زاد بعد ساعات كي ترى مثلا اندربي برشلونه ولا ريال مدريد في 10 سنوات الاخرانيين لازم تصير تخطف مره ولا زوز دي اللي ما عملوش ما قلهم الا عباد وما قلهم الا ناس في بعض الاوقات يتوافقوا في بعض في بعض الاوقات الاخرين يكون التوفيق غايب عليهم، مي هذا ان شاء الله باش نسعوا عليه. صحيح في وقت من الاوقات يكونوا كلهم حاضرين ما دي ديزابسون ما دي سانكسيون ما دي بليسور نتصور اللي كانوا الترجي عندهم المؤهلات باش يمشي لبعيد فما دي سيكتور ان شاء الله يجيو الوقت سورتو كان فما كاليتي اوتوماتيكمون باش تقعد لابورت ديما اوفرت ما تنساوش اللي كانوا الوداد هذا الشامبيونز ليغ تقريبا بالبوتنسيال اللي عنده بال... بالسنتر دو فورماسيون وكل اليوم لاسبيرونس قعدت تخدم ومشكور سي حمدي سي رياض واللي معها الكل باش كونوا ويكيب كانت على على اكثر من سنتين يعني كل مركاتو جا واحد جا زوز البوست هذا ناقص تو هذا صفا هذا حصلناه تو امورنا مريقله دونك تحس اللي كونوا عمل تو عنده تقريبا اكثر من ثلاث سنوات دون لا كونتينيتي هذيك باش نحاولوا نواصلوا ومن الداخل باش نحاولوا جوارات كل يوليو في احسن الحالات نتاعهم وان شاء الله يكونوا في فورمه من غير ما نسمي الاسامي سامي فهم برشا جوارات ما شاركتش برشا في الفتره الفارطه من الاهداف وانا حتى تكلمت مع الملاعبيه سكيو أنا باش نعطي الشانس للناس الكل اللي شاهد لابورتي ما فماش ستاتيو نتاع تيتولير ما فماش ستاتيو نتاع اسمه يخليه هو باش يلعبوا مش الاسم اللي باش يلعب في التراجي خاطر التراجي كلها اسامي ونادي عريق ونادي تاريخه يتكلم عليه اللي باش يجي لازم يعرق ويعمل على ذراعه وسورتو سورتو يكون بيان ابليكي في وسط التيران وداخل من داخل وخارج خارج التيران باش ينجم يقلع بلاصتو انا اتصور العقد في في عراقه الترجي من ناحيه الامتيازات كل المده حتى 2020 تقريبا سنتين كما قلت انت سيكو فما دي زوبجيكتيف ان شاء الله نتفقوا بها وهذاك اللي باش يخلي العقد يطول ويمشي لبعيد ان شاء الله